قال ولا خلفه. يعني كان اثنين يصلون يصليان اثنان فما يصير خلف الإمام، وإنما يكون عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي منفردا، حديث علي بن شيبان، قال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف. ما يصح أن يصلي خلف الإمام وهو منفرد، لا يصح أن يصلي خلف الإمام وهو منفرد، لا صلاة لفذ خلف الصف. فقال له النبي استقبل صلاتك، يعني ابدأ من جديد، يعني أعد صلاتك. ما معنى أعد؟ إنها ما صحت، إنها ما صحت. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وهو خلاف قول الجمهور. وجمهور أهل العلم أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة، لكن خلاف السنة. يعني لو كان الصف مثلا الإمام يصلي خلفه أربعة مثلا أو خمسة أو عشرة، المهم الصف غير مكتمل، طيب، وجاء واحد وصلى بروحه خلف الصف لوحده خلف الصف، على قول جماهير أهل العلم ورواية عن أحمد الصلاة صحيحة مع الإثم أو مخالفة السنة، أن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يتم الصف ولا يصلي وحده. وجمهور أهل العلم يقول مخالفة السنة وتصح الصلاة. مذهب أحمد المشهور أنها لا تصح صلاته، هذا متى؟ إذا كان في مجال في الصف. لكن ليش صلى خلف الصف وحده؟ إما جهلا وإما عجزا، خاصة إذا كان المسجد كبيرا مثلا، ما له خلق يروح يلحق على طرف الصف مثلا، أو يكون يخشى أنه إذا وصل آخر الصف أن الإمام يرفع من ركوعه مثلا وتفوته الركعة، فهذا أقرب له فيصلي هنا خلف الإمام منفردا وإن كان الصف فيه مجال. أو يكون هذه صارت فيني، هذه جئنا دخلنا المسجد أنا وشخص، لا عفوا، جاء شخصان سألني، هو تذكر يقول دخل جاءني فقال دخلنا المسجد، وكان المسجد صغيرا يعني مو كبير بعد، دخل المسجد وما في إلا مكان واحد لشخص إنه يصلي يعني يتم الصف. فدخلت أنا واحد فقلت له، قلت له تعال خلينا نصلي خلف عشان لا أصير منفرد ولا واحد يصير منفرد، اثنين اثنين نصلي خلف. قال لي لا ماشي لا. فجينا يقول كبرت واللي خليني يروح يروح يأخذ المكان. يقول فسألني قال لي إيش رأيك؟ قلت له شنو إيش رأي الشيخ ابن عثيمين موجود تسألني أنا؟ بس كنا في مسجد آخر غير مسجد الشيخ. قلت له باكر روح سأل الشيخ هذا. فجاني من بكرة قال سألت الشيخ قال عيد صلاتك. فالقصد أن المنفرد خلف الصف، المنفرد خلف الصف أنه إذا كان يعني في مكان في الصف ليس له أن يصلي منفردا، هذا قول مشهور في مذهب أحمد، ولا تصح صلاته إذا كان في مكان. طيب إذا ما في مكان خلف الصف، إذا ما كان في مكان خلف الصف، فهنا الصحيح أنه يسقط عنه هذا الواجب، وهذا هو المشهور عن الشيخ ابن عثيمين غير الذي نقله لي. هو نقل لي أن الشيخ قال أعد صلاته، الذي ينص عليه الشيخ في كتبه وفي دروسه والذي سمعته أنا مباشر من الشيخ خلاف ذلك. الشيخ يقول رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجد مكانا في الصف فإنه يصلي وحده ولا شيء عليه، ولا يؤمر بالإعادة، ولا يؤمر بالإعادة طالما أنه يعني لم يجد مكان. يقول لي ماذا؟ يقول لي أنه يعني إذا كان الشرط يسقط عند العجز فلم تجدوا ماء فتيمموا، والمريض الذي لا يستطيع القبلة استقبال القبلة يعني يسقط عنه، وهذان شرطان بصحة الصلاة، بل إن فاقد الطهورين يسقط عنه الوضوء والتيمم ويصلي على حاله. إذن هذه شروط سقطت على الإنسان. كذلك الأركان، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن الفاتحة، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسقط ركنه الفاتحة. فإذا كانت الأركان تسقط عند العجز فالواجبات من بابي أولى. ف الشيخ رحمه الله تعالى الذي كان يقوله سمعته وقرأته عنه رحمه الله تعالى أنه إذا كان يجد مكانا في الصف ولم يلتحق به وصلى منفردا لا تصح صلاته، لحديث لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف الصف. وإذا كان يجد مكانا، وإذا كان لا يجد مكانا
وبذل وسعهن يجد مكان، فلم يجد مكان يقول يصلي وحده ولا شيء عليه. طيب، هنا مسألة تؤيد قول الجمهور وهو فعل أبي بكر الثقفي. أبو بكر الثقفي دخل المسجد والإمام راكع اللي هو الرسول اللهم صل وسلم عليه، فماذا فعل؟ ركع لوحده حتى لا تفوته الركعة، فركع ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لأنه كان يقول إني أراكم من خلف ظهري، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الذي ركع خلف الصف؟ فقال أبو بكر الثقفي أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. بعضهم يقول لا تعد، لا تعد أو لا تعد، والصحيح والعلم عندنا أنها لا تعد كما رجع الحافظ بن حجر رحمه الله، لا تعد لهذا الفعل، لكن لم يقل له صلاتك باطل لأنه ركع إيش؟ منفردا، ركع منفردا خلف الصف. فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو رواية في مذهب أحمد أن الصلاة صحيحة إذا صلى خلف الصف حتى لو كان في مكان في الصف، ولكن السنة أن يلتحق بالصف إن وجد مكان، وإذا لم يجد مكان فيصلي وحده ولا شيء عليه. هناك من يقول يجر إليه أحدا، المشهور في المذهب لا يجر إليه أحدا، ولكن يعني يتنحنح أو شيء، فواحد يرجع من نفسه، يرجع من نفسه لكن لا يجر أحدا، لا يجر أحدا، إن رجع بنفسه وصلى معه طيب، ما رجع يصلي وحده ولا شيء عليه. قال لأنك إذا جررت أحدا أول شيء سويت خلل في الصف، صح ولا لا؟ الحين واحد انسحب معناته سيتحركون حتى يسكروا، هذا إيش؟ هذا النقص الذي وقع، أول عملت خلل في الصف، ثاني أفسدت خشوع كثيرين، الحين كلهم يتحركون حتى يغلقوا هذا المكان الذي فتحته عليهم. الأمر الثالث هذا الرجل يبي الصف الأول، أنت ترجع الصف الثاني على أي أساس؟ رجل جاء مبكر خاصة يكون عادة خلفه الإمام، فكيف تعيده إلى ما خلفه أو إلى الصف الثاني قد جاء مكر. ثم رابعا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فهذا خلاف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أنت معذور خلاص، ما لقيت مكان صلي خلف الصف وحدك، وهذا الواجب يسقط إذا كان الركن يسقط والشرط يسقط عند العجز، فهذا أيضا من باب أولى أنه يسقط. طيب هل يتقدم يصف جانب الإمام؟ فيها تفصيل، إذا كانوا في مسجد فلا يتقدم حتى لا تصير بعد يجي واحد وراه وهم يروح عند الإمام يصير الصف الأول هو الذي مع الإمام، هذا غير صحيح. لكن إذا لو فرضنا هم جماعة محدودة مثلا بشاليه أو بر أو في سفر يعني ما في غيرهم، هنا نعم له أن يصلي بجانب الإمام لأن لن يحدث مشكلة زائدة في مثل هذا الأمر. نعم.